شكون اللي ما راهوش متحمس باش يشوف بطولة كأس العالم ل 2022؟ انا وحده. خليني نحكي لك بعض الحقائق على هذه البطولة. البطولة تاع هذا العام راح تكون النسخة الأخيرة اللي شارك فيها 32 منتخب من جميع قارات العالم. وبداية من 2026 راح يشارك فيها 48 منتخب. وزيد قطر هي أول دولة عربية وأسيوية تستضيف أكبر بطولة كرة قدم في العالم بعد ما فاز بالتنظيم سنة 2010. معلومة أخرى أن بطولة كأس العالم ولأول مرة في التاريخ راح ينظموها في فصل الشتاء، لأنه قطر تتميز بطقس حار خلال الصيف، وتوصل درجات الحرارة في بعض المدن فيها إلى 40 أو 50 درجة مئوية، علما أنه بزاف منتخبات أوروبية راح تشارك في البطولة واللي ما راحش تقدر تلعب في الأجواء الحارة. بالإضافة إلى كل هذا، سيتم أيضا تخصيص مواقع إلكترونية عالمية لرصد جميع أخبار البطولة أول بأول، وتقدم للمتابعين نظرة حية من واقع الحدث. من جهة أخرى، احتمال كبير أن بطولة كأس العالم 2022 راح تكون فيها المشاركة الأخيرة لميسي ورونالدو مع المنتخبات ديالهم بحكم السن ديالهم. قطر مازال عندها بزاف مفاجآت، من بينها أنه سيتم توظيف حكم آلي، ويعد من أحدث التقنيات التكنولوجية التي سيتم تطبيقها لأول مرة في كأس العالم 2022. وسيكون روبوت الخط الآلي مسؤول بشكل رئيسي عن رصد أخطاء التسلل في كامل المباريات بدقة كبيرة وفي وقت قصير بزاف. نزيد لك معلومة أخرى، هذه النسخة من بطولة كأس العالم تعد أغلى نسخة، باعتبار أنه قطر أنفقت ملايين وملايين دولارات للاستعداد لكأس العالم، حيث قامت بتشييد وتطوير 8 ملاعب عالمية وبسعة كبيرة، واشتهدت أيضا على رفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق وتشييد طرق جديدة لربط الملاعب والفنادق بالمدن المختلفة والمطارات. ومن الحقائق المدهشة أيضا أنه تم اختيار أول حكم نسائي للمشاركة في هذه النسخة من البطولة، وهي ستيفاني فاربارت التي تبلغ من عمر 38 سنة، علما أنه قامت بتحكيم أول مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم في عام 2018، كما قامت بإدارة وتحكيم نهائي السوبر الأوروبي كأول حكم نسائي في عام 2019 بين ليفربول وتشيلسي. وفي 19 مارس 2022 أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أول مشاركة نسائية للحكام في مونديال قطر، حيث تشارك ستيفاني أيضا مع 3 نساء أخريات كطاقم حكام نسائي. إذا عجبتك المعلومة تاع اليوم، ما تنساش تقول لنا في التعليقات.